مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. الأحد والاثنين أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها، أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء يوم الثلاثاء حارة نسبيا والأربعاء وحتى نهاية الأسبوع أجواء حارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة حول معدلاتها أو أقل من المعدل بقليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-22، المرتفعات الجنوبية 29-19. إذن في هذه المناطق أجواء صيفية عادية نهارا، أجواء لطيفة أثناء الليل. أما الأغوار والعقبة أجواء حارة نسبيا إلى حارة، 38 العظمى والصغرى بحدود 26، والعقبة أجواء حارة 40 إلى 26، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 35 إلى 21 مع أجواء حارة نسبيا، وحارة في المناطق الصحراوية الشرقية والبادية الشرقية حارة ومغبرة 38 إلى 23 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى ضمن أجواء صيفية عادية في النهار، أجواء لطيفة في الليل. والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 32-23، والمرتفعات الجنوبية 30-21، والأغوار البحر الميت 41-28، وخليج العقبة أيضا أجواء حارة كما الأجواء حارة في الأغوار. العظمى المتوقعة في العقبة 42 والصغرى 27، أجواء مغبرة في البادية الجنوبية الشرقية وحارة نسبيا 34-22، وأجواء حارة في البادية الشرقية مغبرة أحيانا، العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 34-24، المرتفعات الجنوبية 31-22، والأغوار والبحر الميت 42-28، وأجواء حارة، وأيضا أجواء حارة في العقبة 43-28، أجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 35-23، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41-25 درجة مئوية. يوم الأربعاء مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 38 والصغرى 25، المرتفعات الوسطى ما بين 34-35 العظمى والصغرى بحدود 25، المرتفعات الجنوبية 32-22، والأغوار وخليج العقبة 43-30 درجة مئوية وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة 44-29، أجواء حارة في البادية الجنوبية الشرقية 36-25، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية 42-26 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، واستمرار درجات الحرارة أو تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية العظمى 37 والصغرى 25، المرتفعات الوسطى 34-35 العظمى والصغرى 25، المرتفعات الجنوبية 32-22، الأغوار أجواء شديدة الحرارة 43
40 إلى 30 درجة مئوية، وشديدة الحرارة في العقبة 44 إلى 30 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية الشرقية 36-26، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية 42 إلى 27 درجة مئوية. يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، وتبقى أيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 25، المرتفعات الوسطى 33 إلى 24، 33 إلى 34 بتكون العظمى والصغرى بحدود 24، المرتفعات الجنوبية 31-22، والأغوار والبحر الميت 41 إلى 42 العظمى والصغرى بحدود 29 درجة مئوية وأجواء حارة. أيضا أجواء حارة في العقبة 42-29، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 35 إلى 24، وحارة في البادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع